بعدين الله الله النهاية طبعا عشان انت مستعجل. عادة توارثناه من حبوباتنا وامهاتنا، ومشروب الحلمور ده مشروب اساسي مهم، يعني بيهو او بلاو الصينية تكون عندها اهمية، فلازم احنا باي طريقة من حتى لو ما في ناس ما بيقدروا يعوسوا بيشتروا جاهز، يعني لانه عواسه صعبة. بيجوا طبعا النسوان الحلة الجيران الاخوات، بيكون يوم الوحدة اللي تكون عواستها بتكلم اخواتها بتكلم جاراتها، الليلة عواستي الواحد بيتفرغ ليها، بيتجمع زي ما انت شايف كده ما شاء الله، بيجي عوس كل واحد بتاخد نصيبة عوس، ما بتعرف يا هو بيشارك تعمل الجبنة بتعمل الفطور. انا ما بتخيل انه من البداية طبعا كان كل الحاجات دي فيه، احتمال يبتدوا يعملوا فيه اضافات اضافات لما نوصل المرحله دي، واحتمال بعدين يعملوا فيه اضافات جديده، لكن هو الابره بطعمه بريحته، يعني حاسه على الواحد لو في الشارع بيشم ريحه الابره دي من وين وين، بحس برمضان حتى لو هو ما عنده الاحساس، يعني رمضان ده سبحان الله عندنا احنا هنا يعني عنده طعم خاص بالذات مع الابره.